وصلنا لمرحلة مميزة للرياضة. أكيد وصلنا لفقرة الرياضة والنشاط والتنشئة الرياضية نيرمين. اليوم رح نحكي عن طبعا التنشئة الرياضية بمختلف الأعمار، وأيضا رح نحكي عن مشروع مهم جدا هو مشروع دمشق عاصمة المواهب، وأكيد التفاصيل كلها رح تكون مع الكوتش محمود زيدان مدير تنفيذي بإحدى الأكاديميات الرياضية. رح نحكي معه أكثر تفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك كوتش وأهلا وسهلا فيك. من شوي كنا عم نحكي مع ضيفنا الدكتور محمد عن أهمية التنشئة الفنية للأطفال بمرحلة مبكرة، كمان لازم نحكي عن أهمية التنشئة الرياضية. هلا نحن اليوم بهالفترة بهالأزمة بهالأمور والترتيب كلياته كان عندنا نحن فكر هو الرياضة. الرياضة رحنا لتنمية الطفل بين رياضيا وفنيا واجتماعيا، وعندنا نحن هلا مشروع الاكاديميات اللي عم يصير هلا بسوريا، افتتح اول السنه، عملنا مؤتمر مع الاتحاد الرياضي العام مع رئيس الدائره الفنيه بكره القدم الكابتن مهند فقير، بشكره على المساعده معنا لانشاء جيل لسوريا يكون من منطقه الصفر، يعني من الطفل اللي عمره 8 9 سنين نطلع فيه كلياتهم لفئة الرجال. هلا هو مشروع الأكاديميات بده يترخص هلا هو بداية هذا الشهر لجميع الأكاديميات اللي بسوريا، إن كان بدمشق إن كان باللاذقية إن كان بحلب إن كان بطرطوس. توافقنا على بنود كاملة وراح يصير الترخيص أول الشهر، وراح يصير بطولات للأطفال كاملة في هلا بأول الشهر، راح تكون في بطولات وفي مشروع كتير راح يكون ضخم هو دمشق عاصمة مواهب كرة القدم. حيديره هو المشروع في مشروع الكي اتش ار، هو اللي بده يتمنى هالمواهب كلها مع تساعد مع الاتحاد الرياضي العام ومع جميع اكاديميات سوريا. فهو هذا المشروع رح يكون بحدث كثير منيح، هو 2/2/2022 الساعة 2:00 رح ينفتح هذا مع مؤتمر كله اثنينات هذا المؤتمر، وراح يكون في لجميع الاعمار، هي العمر من 8 سنين ل 17 سنه. حلو. بهذا الدومه في له البطولات، راح يصير له مشاركات بطولات وبجميع افراد الاطفال يعني. نعم، يعني كوتش عم نشوف هلا معنا ايضا على الشاشه يمكن بعض المقاطع من التنشئه بخاصه بكره القدم. الأطفال كتير بيحبوا كرة القدم، هاي متفقة عليها، بس أيضا في أيضا رياضات أخرى هلأ الأطفال موهوبين فيها، ونحن دائما بسوريا يعني نوصل على أي بطولة دائما بنقول أنه الرياضة لازم يعتنى فيها من الصغر حتى نحرز مراكز متقدمة ويكون منتخب، مثلا إذا تم تشكيل منتخب عالي المستوى. كمان غير كرة القدم في فكرة لإنشاء رياضات أخرى خاصة أنه هلأ يعني الأولاد كتير عم يبدعوا فيها؟ تمام. هلا هو موضوع اكاديمي، هو الاكاديمي بده يكون من جميع الرياضات، وبنقول احنا اكاديمي بده يكون في عندها تقريبا بين 12 ل 13 نشاط، من ضمنهم كره قدم، السله، الكيكوندو، الكيك بوكسين، الباليه، الزومبا، يعني بيكون احنا اكاديمي بده تكون اكاديميه كامله من جميع انشطه الرياضه. بس احنا هلا بهذا الوقت كثير رايح الامور لكره القدم وكره السله، هي كره قدم اللعبه الشعبيه الاولى. صحيح. بسوريا. هلا نحن بهالفتره العطله الانصافيه للاطفال بعد الدراسه والفحوصات اللي صارت، عملنا اكثر من نشاط. هلا عملنا بطوله الابطال والكرويه هلا كمان لجميع الفئات، هن من 8 9 10 11 13، جمعنا فيها اكاديميات تقريبا شيء 200 طفل هلا شارك فيها. امبارح انطلقت البطوله من الصور اللي عم تطلع هي من بطوله الابطال كانت، حتى كمان في بطوله بطرطوس عم تصير، في بطوله بحلب عم تصير، يعني نحن عم نحاول ننمي للاطفال كلياتهم المشروع اللي هن عم يهدفوا له بكره القدم. هلا تقريبا نحن قلت لك هذا الامور بالرياضه كثير، كرة القدم هي شاغلة شوي، بس ما بتوقف عن النشاطات الثانية، كانت هي البطولات الألعاب الفردية بالكيكوندو أو الكيك بوكسر أو الملاكمة أو أي شيء بيكون. بقى نحن بهذا المسار المشروع اللي عم نساويه نحن ناخذ الهدف، نوصل الهدف المشروع للولد اللي هو حابب يوصل له، يعني أي طفل بيكون هلا حابب يوصل لهدف هو بده إياه أو الشغف تبعه اللي هو عم يطمح له ليصل لهذا الموضوع. بقى احنا ان شاء الله ببدايه السنه الجديده ان شاء الله تكون خير علينا وعلى الاطفال كلياتها والمواهب،
بدأنا بهذا التنظيم مع الاتحاد الرياضي العام، وانه نفوت بهي التنشيطات لننمي الفئات العمريه كلها من الصفر، نمشي على نصاب كامل لنصل للهدف اللي بدنا اياه، هو تطوير الكره السوريه من البراعم لفريق الرجال. نعم، يعني مشروع كثير مهم لاطفال سوريا بمختلف الاعمار. خلينا نحكي اليوم كيف قادرين تستقطبوا هي الفئات. لما نحكي عن استقطاب يعني لازم مواهب، وخصوصا نحن عم نحكي عن اهلهم بمراحل عمريه صغيره ليصيروا كبار ضمن منتخباتنا، كيف عم يتم استقطابهم؟ عم يتم التشبيك مع جهات معينه؟ لازم يروحوا على اماكن معينه ليسجلوا فيها؟ بس خلينا نوضح هي النقاط. تمام، هلا نحن هذا الامر هو حكينا عليه، الطفل انه هو بيجي على اي اكاديميه هو بسوريا، قلت لك كان بدمشق او بحلب، وهذا نحن بيجينا اعداد بتسجل اطفال، نحن بنكتشف المواهب. نحن بقصه الاكاديميات في فريق اسمه اكاديمي مبتدئ بيتعلم الاساسيات، وفي فريق اسمه منتخب. بقى هذا المنتخب هو كل شيء، اطفال بتجينا مواهب كل شيء بنحطها بمنتخب كامل لهم على هو مستوى الولد وموهبته للولد شلون بتكون، ونحن بنكمل النمو له لنشجعه في له، بننظم له نحن بطولات، بننظم له تمارين خاصه كامله ليشارك فيها باي بطوله باي انجاز ليطلع. هي هلا الفكره اللي عم نساويها جديد هي انه احد البطولات التنشيطيه او بطولات الخارجيه اللي حتصير، هذا الطموح هو لهذا الولد اللي جاي الشغف له. نحن اليوم اي اكاديميه او اي هدف بيكون له بده يكون له نفس الشيء هدف ثاني هو تنافس. اليوم الطفل وقت بيجي على الاكاديميه بده يتمرن ويروح ما بيستفاد ولا بيتطور، بده يكون هو لازم يتمرن ويتعلم ويلاقي في بطولات في تنافس مع احد اكاديميات الثانيه. هلا نحن قلت لك في رح يساووا دوري اكاديميات خاصه بسوريا، وفي نحن عندنا اكاديميات كثير قويه بسوريا، يعني اليوم عندنا نحن دمشق حكينا الابطال، في عندنا بحلب اكاديميه الريشي، في بجبلة أكاديمية الأبطال، في بطرطوس أكاديمية الصفا، يعني نحن هدول جميع مدراء هدول الأكاديميات كلهم عم يشتغل على هذا الطريق مع التعاون مع الاتحاد الرياضي، إنه نطالع جيل يكون بيمثل المنتخب السوري بفئاته العمرية كامل، ناشئين شباب أو رجال، ليصل لهذا الموضوع كامل. نعم كوتش، ايضا يعني خبرنا عن شقين، يعني اول شيء عن الكوتشات اللي عم يدربوا الاولاد بمختلف الاعمار، وايضا عن كيفيه انتقاء الاطفال في مستوى معين عم تنتقوه ولا لا، حتى المبتدئين عم تحاولوا تشتغلوا عليهم. تمام، هلا نحن اول شيء الكوتشات وقت نقول اكاديمي بده يكون الكوتشات على اعلى مستوى الاكاديمي، يعني بده يكون الكوتش عامل هو الدورات البي والسي والاي لياخذ المنهاج كامل ليكون الطفل يتعلم انه شلون منهاج كرة القدم. هلا نحن ذكرنا وحكينا نحن بيجي الطفل لعنا نحن ما بنعرف شو موهبته هو، اول شيء بنشوفه اول شهر شو الموهبه اللي عنده، شو الامكانيات اللي عنده. نحن في عندنا نفسه في بالكوادر الاكاديميات كلها بده يكون في شيء اسمه مدير فني، هذا المدير الفني هو بيقيم الطفل اذا مستوى خارجي يكون بهذا المستوى المنتخب او اكاديمي. نحن وقت نكون بيكون عندنا في تمارين او هذا بتمرنوا الاطفال كامل، في مدير فني بيكون عم يقيم هالاطفال انه هاللي مستوى انه خارجي يكون بهذا المنتخب يسقل له موهبته ويطوره قصص، بنحطه نحن بفريق لحاله النخبه، والباقي بصفوا الباقي كله عم يطمح ويتنافس ليصل لهذا الفريق اللي نحن عم ننقيه كلياته. بقى نحن بجميع الكوادر كلياتها بالاكاديميات بسوريا عم نشتغل على هذا المنهاج، انه اليوم نحن بدنا ننقي نخبه الاطفال. اليوم بكل الاكاديميات في اطفال كثير، بس في منهم مبتدئ لسه بده يتعلم، وفي منهم مواهب. بقى نحن بهالمبتدئ بنشوف مين الموهبه، بنحط المواهب مع الفريق لحالهم ونعمل لهم بطولات، زائد بنشجع اللي كان مسجل بالاكاديميه المبتدئ انه هدفه يوصل لهذا المنتخب ويشارك مثله مثل هذا المنتخب اللي عم يكون بيشارك فيه. كوتش خلينا كمان نحكي اليوم عن واقع الاكاديميات الرياضيه عندنا في بسوريا، باماكن ثانيه او ببعض البلدان بنلاقي هذا الموضوع منتشر، بينما هم بنلاقي ربما عدد الاكاديميات هو قليل نسبيا، بتلاقي باماكن ثانيه ببلدان ثانيه كل تجمع سكني في اكاديميه رياضيه. خلينا نحكي عن الشروط الفنيه اللي لازم تتوافر بهي الاكاديميات، واقع الاكاديميات الرياضيه عندنا وعددها. تمام، هلا نحن عندنا بالبلد بسبب الظروف اللي نحن صرنا 10 سنين فيها، هلا كان هو هذا المشروع مطروح من 4 سنين،
بس ما تنفذ لهي السنه اللي بلشوا ياخذوا الخطوات. هلا شروط الاكاديميات كثير هو شوي صعب، ونحن يعني نشكر الاتحاد اخذ لنا اخف شيء انه يكون لنطبقه لاحترامات. نحن بدنا نقول اكاديميه، هي الاكاديميه بده يكون عندك ملاعب، مركز صحي، جيم، بده يكون مدرسه، بدها تاخذ اخصائيين كامله. الطفل يعني بيجي على هاي الاكاديميه، هلا برا مثل اكاديميه قطر سبيرال، بيجي الطفل هو دراسته، اكله، شربه، تمرينه، لعبه، كلياته بقلب الاكاديميه. بقى نحن هون بسوريا قليل جدا لنطبق الاحترافيه الكامله، بس هلا نحن اخذنا الخطوه الاولى انه نحن نكسر هذا الموضوع بمبادئ جزئيه حطتها الاتحاد الرياضي، انه هو نفسه ناخذ فيه ترخيص الذهبي، ترخيص الفضي، وترخيص البرونزي على حسب الاكاديميات شو عندها. هلا اي اكاديميه الذهبي هو كان بياخذ تقريبا نسبه 40% من الجزء الاوروبي اللي بدنا نطبقه شيء بالاكاديميات، بس هي خطوه كثير منيحه. نحن بدنا نبتدئ، بدنا نبلش، معلش خلينا نبلش بهالشروط المبدئيه. بتتطور سنه عن سنه، بتزيد بتحسن الامور، بتعطي طموح لكل الاطفال انه يفوتوا بهالاكاديميات. لانه نحن اليوم بموضوع الاكاديميات الطفل ما بينظلم مثل انه بموضوع الانديه اليوم، لانه الطفل هلا ما بيلعب هو بشو غير بالانديه. هلا الانديه في كثير قليل الفرص للاعبين مواهب اطفال تاخذ فرصتها بالأندية. أما موضوع الأكاديميات صار الطفل يأخذ فرصته أكثر، بيشارك بدوري أكاديمي، بعدين هو بينطلق من أكاديمية فيه يطلع يحترف، كان بأندية وكان برات البلد بأكاديميات برا. وهو رح ينساوي لهم هلأ نحن رح نفوت جو الأكاديمية مثل الأندية، رح نساوي دوري للأكاديميات، نشارك شاركات خارجية، ونعمل منتخب سوريا للأكاديميات لننمي الطفل رغبته. الطفل أنه اليوم ما عاد ينظلم هالطفل. اليوم نحن وقت نقول بس أندية، اليوم النادي فيه ياخذ 20 طفل بكل فئه او بكل عمر، طيب هالباقي وين بدهم يروحوا؟ شو بدهم يساووا؟ عملنا هذا المشروع اللي بدا فيه هلا الاتحاد، هي خطوه كثير ممتازه، بس نحن قلنا بدنا نبلش، لو بلشنا باقل مستوى من نظام الاكاديميات العالمي، بس نحن لازم نبلش، لازم نطالع المواهب اللي عندنا، لازم الاولاد ياخذوا هالشغف تبعهم ويتطوروا. ونحن بسوريا عندنا مواهب كثير جدا، يعني كثير كبيره، بتنمي قواعد وبراعم المنتخب الأشبال والناشئين حتى للرجال، بتصل للأطفال بهالنمو. نعم، احنا بدنا نقول لكم كوتش موفقين بهذا المشروع، وان شاء الله بتصير الاكاديميه على مستوى عالي من الحرفيه وتضم فعلا جيل جديد هيك بينبئ بمستقبل لمنتخبات كثير منيحه وعاليه المستوى. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، وبشكر سوريا الاخباريه على الاستضافه الحلوه، وان شاء الله القادم افضل لمواهبنا كلياتها بسوريا، وبرجع بشكركم مره ثانيه. اكيد لك. بس بالختام بدنا نذكر بمشروع دمشق عاصمه المواهب، رح يكون بتاريخ 22/2/2022 الساعه 2:00 لكل المهتمين ان شاء الله، لجميع الاكاديميات بسوريا ولجميع مواهب بسوريا كلها. شكرا كثير لك كوتش.